في دورته العاشرة كرم مهرجان دبي السينمائي عشرة من المخرجين والممثلين ومدراء التصوير والسينمائيين العرب، وكان من بينهم النجمة المصرية يسرى. 24 التقى يسرى في المناسبة التي تحدثت عن مرارة تجربة الفنانين المصريين في حقبة الإخوان المسلمين. هم شوهوا الدين الإسلامي في المطلق للعالم كله. هو النهاردة يعني الناس بقت تقلق منك انك انت يمكن تكوني إرهابية، لأنهم صوروا الدين الإسلامي دين إرهابي. لا، هم راحوا بقالهم 14 شهر، يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا ده يعني لسه قدامنا مشوار طويل وقدامنا حكاوي كتير تتقال. انا مهما هقولك انا ازاي بشكر الحكومة والشعب الإماراتي على وقفته مع المصريين وحبهم، الحب ده ما تعرفيش تشتريه حتى لو كنت أغنى حاجة في الدنيا، إنما الحب ده بيحصل بجد من القلب للقلب. أنا جاية ممتنة للحب ده، متفائلة بينا باتحادنا، متفائلة إن إحنا ابتدينا فعلا نشوف الصورة الحقيقية، وفي ناس كتيرة ما كانتش واعية للصورة الحقيقية، وإن الدين مش تجارة، الدين ده علاقة بينك وبين ربك، ولا مخلوق لي دخل فيها إلا ربنا هو الحاكم الوحيد عليها. وعن جديد مشاريعها الفنية قالت: آخر حاجة بعملها اللي هي سرايا عبدي، إنتاج الام بي سي. والحقيقة بشكر الام بي سي لأنها فتحة ميزانية ضخمة جدا جدا للمسلسل. اسمه سرايا عبدين، معايا فنانين كتير جدا جدا من مصر ومن لبنان ومن سوريا ومن الأردن، يعني في كم مهول، حوالي 150 شخصية. أول مرة ألتقي مع أستاذ عمرو عرفة كمخرج، فرحانة فرحة غير عادية بيه، ونتمنى نعمل حاجة حلوة وجديدة ومختلفة.